الشريف، شنو وقع لك هذا الصباح؟ سمعنا انك شديتي شي اوراق نقديه مزوره. الصباح انا واقف مع الفجر، وجاو بيعوا شريك، بيعوا شريك معايا، داز الاول وداز الثاني والثالث، داز شي اربعه الناس، وهذاك جا في التالي قال لي تبيع لي، وزعم معايا في الثمن اللي كان طلب، صدقني اللي الثمن قلت له من 40 للواحد، 40 للحول، هي هذيك بقى واقف واقف، ولا هدر في التليفون ولا عاود عندي، اللي ولا عندي قال لي خليهم انا نديهم، هي هذيك قال لي قود معايا، خرجني لطرف السوق برا. واش تفاهم معاك في الثمن ولا؟ أيه. شحال شحال الثمن باش تفاهم معاك؟ 40 40 80. 40 40 يعني 2000 درهم. 2000 درهم شنو كان عندك؟ جوج حواله. جوج حواله الكبش. ايه جوج حواله مزيان. وشديت الفلوس؟ خرجني برا حسد لي الفلوس كلها، وبارقه غاب الورقه ما كتبغيش نهز، زعما عطاك الاوراق نقديه اللي فئه 200 درهم ولا فيها 100 درهم؟ 400 4000 4000 200 درهم 4000 قلقتها. وكي درت كشفت انها اوراق نقديه مزوره؟ بقيت كندور في السوق حتى صباح الحال، وعاد خرجت انا من كيطون من القهوه، ومشيت كنتسالى في حق الغبال الغنم، بغيت نشري شي حاجه، بغيت نشري واحد الخريف، هما كيطلعوها قال لك هذه راه مزوره. يو من بعد طلعت لمركز الدرك الملكي. غاز مح غاز مح هادي غي خبحها، غاز مح وخبحها، وجيت بحالي انا جمعتها وجيت بحالات. وطلعت لمركز الدرك الملكي. بقيت كندور تمايا، وبقيت كنبقش في الطوموبيلات في 207 كما نصيد داك الخرفان والو. جا قال لي انا، قلت له واش رفد معاك؟ قال لي لا انا كنعاين خويا هو يجي دابا. برا في موضع الحديد. يا شريف كملنا وطلعت وضعت شيكاية عند الدرك الملكي. ايه طلعنا عند الدرك الملكي. عطيت لهم ديك الفلوس شدوها؟ شدها على جداد لي شدها وقيد، وجابوا هاد جوج خطافة قبضوهم في المحلة، قالوا انت غادي سيروا جيبوهم، عاودوا جيبوا داك الشفار راهم قابلينهم لتحت. واش مشدودين الشفار شدوهم؟ لا ماشي هذوك اللي داو الحبل، هادو اخرين دراري اخرين. يلا سدهم ليهم جابوهم. شكرا جزيلا الشريف. الخليفه على الله دخلوهم لازم.